زايد ان شاء الله؟ اه ان شاء الله. طب الرحله 150 جنيه؟ 150 200 300 اللي انت عارف. بس احنا شغال لنا التكييف عشان الجو يح حر. عينيا على كده بقى البطل عارف الطريق؟ لا ما تقلقش البطل عارف الطريق. لا ما انا بسأل بس لاروح الجنينه مكان المكان اللي احنا زاهمين اليه. لا شكلك واخد فكره وحشه قوي عن سواقه الستات. بس ما تقلقش يعني انا 100 100. ابدا والله العظيم انا واخد حاجه انا التاني بس عادي ابدا. ايه بينها ليله زرقاء ولا ايه؟ لا الكلام كده عاجنني. مسا مسا عم جيلو ماشي. خدتها ايه؟ خدتها؟ خدتها ايه؟ خدتها ليه يا عم الملك بتقف كده ليه؟ يا عم يبقى لها ليله زرقاء ولا ايه النهارده؟ زرقاء حمراء بني بيضاء بيضاء خالص. طب خلينا في الطريق عشان ما نخيش. والمصحف بحب التخييش يمين شمال انا جاي في تخييش من غير ما اتمرن يابا اول جمهوريه. كده لا لازم نعمل كده. هو انت خايفه ولا ايه؟ على فكره انت لو ما بلغتيش هيعملوا كده مع اي حد تاني. ما تسمعيش كلامها، كلمي البوليس. يا ستي لا، يا ستي لا، انا حره، مش عايزه اتنيل ابلغ، مش عايزه ابلغ. حسبي الله ونعم الوكيل. بصراحه كده يا جماعه عندها حق، ما حدش ناقص فضايح. بس احنا مش هينفع نسيبها كده، لازم نبلغ البوليس. بقول لك ايه؟ انت عامله لي فيها صاحبتي، تعرفيني؟ ممكن تسيبوني؟ اطلعوا بره، اطلعوا بره. يلا يلا يا جماعه، يلا سيبوها لوحدها شويه، يلا بعدين بقى انا عارفه. انا مش هسكت، لو هي متنازله انا مش هتنازل عن حقي. ما كان ممكن يحصل معايا او معاكي او اي حد. بلاش، يمكن في حاجه احنا ما نعرفهاش، وبعد كده شويه وهتهدى ونعرف هي مش عايزه تبلغ البوليس ليه. صح والله عندك حق. مساء الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. معلش معلش، سوري سوري، ما تشيلهوش، مش عايزه تعبك. انتي مش اداب؟ اه اداب فلسفه. منى الساعة 5:05 صحيني. ها باي باي.
حاضر يا اختي، مالها دي مرتبكه كده ليه؟ فسيولوجي وتشريح واداب فلسفه؟ اكيد في حاجه غلط. محمود. يا سلام. بقول لك يا محمود، انا في حد يهمني جدا هيشتري شقه، عايزك تحضر معاه وهو بيمضي العقود. تحت امر حضرتك. يعني اعتمد عليك؟ لا يا بنتي. متاكد ان انت هتقوم بالمهمه دي على اكمل وجه. تلميذ حضرتك. بص يا محمود، من الاخر ده حد يهمني جدا، يعني الشقه لازم تشوفها بنفسك وتتاكد ان مواصفاتها موجوده في العقد، وكمان تاخد بالك موقف الشقه من الرخصه ايه، وخلفه فيها حاجه، اللي انت فاهمه. حاضر. ده الكارت بتاعه، كلمه علشان يقول لك هتتقابلوا ازاي. تمام. انت حضرتك عايزني اروح دلوقتي؟ ورينا بقى شطارتك. انا ايه؟ مع ألف سلامة يا محمود. مع السلامة. سيد. تمام باشا. سيد، عايزك تصور لي الورق ده وش وظهر. تمام، تحت امرك. وتحافظ عليه زي عينيك. تحت امرك. زي عينيك. بسرعه يا سيد. تحت امرك يا باشا. يلا يا سيد. تحت امرك. بسرعه بسرعه. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. صدق الله. سعيكم مشكور. الله يخليك. قلت لحضرتك مين بقى؟ أنا صاحب المصنع، بتشتغل فيه نانسي. صاحب المصنع؟ شهم أنت والله.